السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المنتوج اللي خديته من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لقيته في الفيسبوك ولقيته في الانستغرام وخديته مؤخرا. كما كتعرفوا كاين رايج يعني بزاف سيروم لبان الذكر، ولينا كنشوفوا بزاف ديال الاسماء، بزاف ديال الماركات، بزاف ديال الشركات خرجت لبان الذكر على شكل سيروم، على شكل ماسك، على شكل المهم كل واحد والطريقه كيفاش كيبيع، وكل واحد الطريقه كيفاش كيعرض المنتوج ديالو. ولكن واش فعلا هادوك السيرومات اللي كنشوفو في مواقع التواصل الاجتماعي فعلا فيهم لبان الذكر 100%؟ كما كتعرفوا لبان الذكر فهو متواجد بزاف ومتكاثر في دول الخليج، يعني بالاخص في سلطنه عمان، والثمن ديالو راه باهظ بزاف. يعني غرام ديال لبان الذكر كيقدر يوصل حتى ل 500 درهم فما فوق. حنا عندنا في المغرب الزعفران كما عندنا الزعفران ديال تاليوين، يعني الزعفران راه كتقدر تلقاه، كتلقى الزعفران الحر، ولكن الحر الحر الاصلي اللي كاين في تاليوين راه الثمن ديالو حتى هو كيكون غالي ومرتفع. انا قررت ندير هذه التجربه ونشاركها معكم. لقيت واحد شركه سميتها اورغانيكا دايره واحد لوباك غزال زوين، فيه سيروم، فيه انتي سيرن، وفيه مقشر، وفيه ماسك. يعني عجبتني الفكره انه باك مجموع فيه كل شيء هادو، يعني غادي تستافدي منه في كل شيء. تقدري ديري الماسك بوحديتو تقدري، ولكن واش فعلا هاد لوباك هذا فيه كلهم، فيهم لبان الذكر او لا غير السميه؟ انا غادي نوريكم لوباك. دابا هاد لوباك كيتكون من هذا السيروم الاساسي، سيروم لبان الذكر كما كتشوفوا كاتبين فيه لتفتيح البشره وازاله التجاعيد. انا غنقرب لكم هنا من الكاميرا باش يبان لكم، هو هذا يعني، وكثير الكميه ديالو مزيانه. ودايرين معاه واحد سيروم اخر ديال اونتي سيرن، دايرين معاه سيروم اونتي سيرن غير هو ما كاتبينش فيه ديال لبان الذكر. يعني هادو بحال قلتي كيمشيو مع لوباك. هذا المنتوج الاساسي في لوباك هو هذا، هو سيروم ديال لبان الذكر. ودايرين هنايا ماسك لتفتيح البشره. هذا الماسك هذا البنات فاكيد ما غاديش يكون محتوي على لبان الذكر، لان ما يمكنش يكون هذا لوباك كامل ب 199 درهم وكله هو فيه لبان الذكر. هذا الماسك فيه الطين الابيض كما كتشوفوا، فيه الطين الابيض وفيه الحبيبات، كيبانوا لي فيه الحبيبات الزرقين ديال النيله، فحتى هو غزال. كتقدري تاخذي معلقه وتخلطيه مع شويه ديال الماء ورد ولا شويه ديال يعني داك الياغورت مسوس، حتى هو راه غزال غزال على البشره. ودايرين واحد القماج اللي غزال بزاف، عجبني صراحه هذا القماج هذا، يعني كيقشر زعما بواحد الطريقه زوينه. والاهم من هذا الشيء انه فيه مواد طبيعيه، ما فيهش يعني هادشي، يعني كيجي على شكل داير بحال الشكل ديال املو. يعني فيه اللوز، فيه اللوز، فيه زريعه الكتان، فيه الكوك. يعني انا هادشي غير ملي بقيت هكذا كنقلب فيه وكنبحث كنكتشف، يعني كنفتت وكنشوف شنو زعما مناش متكون، باش زوين هاد الكوماج هذا باش عجبني. هو كتفزقي وجهك شويه بالماء وكتديري واحد وكتبقى تقومي البلايص اللي بغيتي في وجهك او الوجه ديالك كامل. صراحه غزال باش زوين. اغلبيه ديال لي كوماج ملي كتسالي وكتغسلي وجهك كيبقى ناشف، كيخصكي موراه ديري الترطيب. هذا لا صراحه كيخلي الوجه رطب رطب وغزال. نرجعوا لهذا المنتوج الرئيسي اللي هو هذا سيروم ديال لبان الذكر. واش فعلا البنات هذا السيروم هذا فيه لبان الذكر 100%، او لا فيه واحد النسبه قليله، او لا فيه واحد النسبه ديال الزيوت وكيسميوه لبان الذكر؟ الشركات ككل حاليا اللي دايرين سيروم لبان الذكر، كذب عليكم كذاب يقول لكم راه فيه لبان الذكر 100%، هو فيه زيوت وقدر تكون فيه واحد النسبه قليله ديال لبان الذكر كمنتوج يعني وكتجربه معاه. كيفاش كيرد البشره؟ كيرد البشره غزاله، كيرطبها صراحه واحد الترطيب خطير كما قلت لكم. لا الكوماج، لا السيروم، لا الماسك، حتى الماسك ما كتحسيش بالبشره ديالك ناشفه. ولكن واش فعلا كما قلت لكم فيه لبان الذكر 100%؟ فانا يعني كنقولها زعما المنتوج زوين، ولكن باش يكون فيه لبان الذكر 100% ما فيهش لبان الذكر 100%، ومستحيل انه يكون فيه، سواء لا هذا المنتوج لا جميع المنتوجات اللي كتبان لكم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ما يجيش شي واحد يكذب عليكم يقول لكم هذا المنتوج هذا هو الاصلي او لبان الذكر الاصلي، وانما ملي كتاخدي المنتوج كما قلت لكم انما ملي كتاخدي المنتوج وكتلقاي بانه يعني عطاك واحد النتيجه زوينه، ما دارلكش الحبوب، ما نشفلكش البشره، ما دارلكش ليطاش، ملي كتخرج للشمس ما كتلقايش وجهك كحال، يعني كتلقاي بانه منتوج عنده مصداقيه والشركه اللي كتخدموا اولا التعاونيه يعني فمنتوج ديالها زوين. انا البنات صراحه هذا المنتوج عجبني وشكرت لكم دابا، يعني كنشكروا وكنقول لكم الحقيقه كما ولفتكم دائما، يعني هو منتوج زوين يقدر يكون فيه واحد النسبه ديال لبان الذكر، يقدر يكون عباره عن زيوت فقط، المهم المنتوج ككل ولي برودوي كاملين ولوباك كامل اللي صيفطوا ليا ككل زوين وغزال وما فيه حتى شي عيب، غير انما فكره انه لبان الذكر خالص 100% هذه ما كايناش. المهم البنات الا بغيتو تاخذوه غير زعما عليه اورغانيكا بيو، راه كاين عندهم لاباج في الانستغرام وعندهم لاباج في الفيسبوك. بالنسبه لي انا لو باك خديته ب 199 درهم، ثمن مناسب يعني عوض ما تشري ماسك وتشري اونتي سيرن. صراحه لونتي سيرن ما جربتوش حيت انا ما فياش لي سيرن وما عرفتش اش غندير به، قلت خليه حتى نعطيه لشي واحد يعني اللي فيه لي سيرن اللي غيكون محتاجه، ومن هنيت نشوف واش كيحيد لي سيرن. لو باك كامل كيجيب 199 درهم والتوصيل غراتوي، والشركه على ما اظن كاينه في كازا لانني انا كاينه في اكادير وجابوه ليا، يعني تبقى واحد دو جوغ عاجة كيصيفطوا لك معاه واحد شي كادو صغيور. المهم صيفطوا ليا حلقات الا بغيتوا تاخذوا المنتوج البنات غير زعموا عليه، الا كنتو كتفكروا انكم تاخذوا لبان الذكر وفعلا كتقلبوا على الشركه اللي غادي تعطيكم كريم او لا، كما قلت لكم الا كنتو كتفكروا انكم تاخذوا سيروم ديال لبان الذكر فكنصحكم بهاد الشركه بما انني جربتها، داكشي علاش كنصحكم بها. اما هو تقريبا راه غادي يكونوا نفس الشركات، ما غاديش يكونوا دايرين لبان الذكر 100% يعني الخام الاصلي، داكشي علاش خاصكم تاخذوا يعني شي منتوج اللي يعني كيخصكم تاخذوه من عند شركه اللي معروفه، منتج يكون يعني عنده مصداقيه. بالنسبه لي انا يعني الجوده كاينه، المنتوج كاين، عطيت رايي فقط يعني ما كندير في المصداقيه ديال حتى شي حاجه، يعني كما قلت لكم الباك رخيص وزوين، عوض ما تاخدي غوماج وتاخدي سيروم وتاخدي كل حاجه مفرقه من بلاصه تاخدي هذا ب 199 درهم. بالنسبه للبنات اللي غادي يدخلوا عندي يقول لك واش كديري لهم اشهار ولا ما كديريش لهم اشهار، فانا ما كندير اشهار لحتى شي حد، الباك خديته بفلوسي وهذا، وقررت ندير هذه التجربه ديال لبان الذكر حيت دخلوا عندي بزاف ديال البنات وشحال من وحده بغات تعرف يعني بغاتني نجرب هذا المنتج ونعطيه ليها. لقيت بزاف ديال الصفحات كاينين في الفيسبوك وفي الانستغرام كما قلت لكم، اللي شجعني بزاف انه باك متكامل غتقدري تقضي به يعني تديري به شحال من حاجه، حتى بالنسبه لهذا الكوماج هذا تقدري ديريه بحال تبريمه اللحم ديالك، ديريه ليديك، ديريه لعنقك، فيه مواد طبيعيه كما قلت لكم. المهم البنات كانت هذه هي التجربه ديالي ديال اليوم مع سيروم لبان الذكر، يعني كما قلت لكم اورغانيكا بيو، انا خديته من عند اورغانيكا بيو، الا بغيتو تاخذوه فيعني لكم الحريه الاختيار، عطيتكم غير فكره ككل وكيفاش انكم زعما الا بغيتو تنقيو المنتج يعني لبان الذكر 100% راه ما كاينش، انما كاينين زيوت بديله وواحد النسبه قليله ديال لبان الذكر. كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش ديروا لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، شكرا بزاف، الله يخليكم.